يعني حتى سنوات ضوئية يعني لاحظية ماكو أي. بعض اللاعبين بعض اللاعبين خطية جو بظروف كل صعبة من مكانات بعيدة. أنا سمعت مثلا على عدنان قال أنا بالقوة جيت النادي ما خلاني ما سمح لي أنه يجي صحيح. فأنا بذاني يعني سمعت ده يشكي الكابتن حكيم فأنا هم كلش انقهرت لأن إحنا ما عدنا هذا الترتيب والأتكيت إنه نجمع اللاعبين في في وقت معين. حتى كابتن حكيم قال إنه إحنا دنعاني إنه قبل المباراة بمدة قصيرة ده يجون اللاعبين وهي بطولة وهي بطولة يعني معروف توقيتها نعم. معروف شو كيف راح يلعبون الفريق زمنها أكو جدول يعني ما هو شيء فجأة إحنا يعني إنه نعم. البطولة جات فجأة أو الجدول إجا ما حد يعرف به نعم. يعني ليش ما إحنا نعتمد التخطيط والجدية إحنا يعني دول والله أبطال. أبطال يعني بكل هذه بكل رغم هذه الظروف لكن مع ذلك هم مو قلت له إحنا هو قالها الكابتن نعم. يونس قال إنه نلعب على الوتر العاطفي إنه نعم. شيمهم نعم. وكذا نعم. ويعرفون نعم. إنه مقدار نعم. هذا السعادة اللي راح يحققوها الناس هم بالعراق هو هذا الفارق الوحيد بيننا وبين حتى الدول الأوروبية يعني منتخب شباب العراق من غلب إنجلترا يعني كثير من النقاد قالوا إن المنتخب الإنجليزي كان لا شيء أو ضعيف وأنا أقول العكس أنا أقول إنه شبابنا ما قصروا هم اللي أدوا وهم اللي صنعوا الفارق لأن المنتخب الإنجليزي جاي من دوري ممتاز جدا لاعبين جاهزين ولكن الغيرة العراقية اللي إحنا نقول عليها دائما والشباب اللي حبوا يزرعون الفرحة بقلوب 30 مليون عراقي بالداخل وبالخارج هم موضع حقيقة موضع احترام من قبل كل العرب نعم. لأنه بهذه الإمكانيات مثل ما نعم. شفت المعلق نعم. قال نعم. أنتم بهاي إمكانياتكم فكيف بالفعل. إذا كان كل شيء مرتب ومنظم بالفعل طيب كابتن حضرتك مدرب فريق سبارتا نعم. ولك سنين طويلة هناك بالنرويج نعم. اليوم استعاننا بك كشاهد كنت ويا الفريق نعم. وأيضا قلت لي هناك يعني أكيد الظروف تختلف أكيد هناك يعني احكي لي عن تجربتك باختصار مع هذا الفريق نعم. وحسب علمي أنت دخلت اشتغلت بجهد فردي على نفسك وذهبت إلى كثير من الدورات بصراحة أنا كنت لاعب يعني بعمر 15-14 سنة في النرويج الجميل اللي في الدول الأوروبية أنه يصنعون الإنسان وهو صغير يحاولون يشوفوه إذا إلى ميلان للفن للرياضة بأي مجال بالرياضة مجرد لاعب أو مجرد فنان أو شنو مخرج مقدم مهندس فيبدون يشتغلون على هذا الموضوع بدون ما يضغطون على المراهق أو الشاب الصغير فاني من الاشخاص اللي قالوا لي انه انت لاعب بس تملك عقليه انه تكون مدرب داخل الملعب بصغر سنك يعني هم لاحظوا هذا الشيء نعم فبداوا يشتغلون وياي ويطوروني من مرحله الى مرحله لغايه ما انه شافوا ان انا ما اقدر اوصل كلاعب محترف بحكم انه انا مربوط يعني بالدراسه ولكن قالوا لي خلاص انه انت مجالك راح يكون التدريب بعمر 24 سنه كملت اول دوره يعني واول كورس الحمد لله رب العالمين واستمروا وياي نعم وطبعا انا عندي طاقه استثمرتها بصوره صحيحه في الدراسه وفي الرياضه نعم بدينا في مرحله ثانيه انه بنروح الدورات التدريبيه لتطوير المدربين الى مستويات افضل اللي هي في انجلترا في المانيا بانجلترا مع اي فريق مع مانشستر يونايتد ومنشن العفو مانشستر يونايتد وبلاكبيرن وايفرتون الانجليزي ثلاث انديه كبيره هذه الشهادات اللي حصل عليها الكابتن نسيم تمر الان على الشاشه وبعد هذا هو فريق مانشستر هذا من فريق مانشستر وبعد الدوره الاخرى في المانيا من باير ليفركوزن ومنشن جلادباخ طبعا هاي احنا نكون 40 مدرب يعني من كل النرويج نروح لها وال هذه الدورات الفريق يطلبها فريقكم يطلبها لا هذه الدورات هذه الدورات يقدموها الاتحاد النرويجي بالتعاون مع جمعية المدربين النرويجيين تنسيق اكو تنسيق فيطلبون من عندنا انه احنا نريد نطوركم اذا عندك قابليه انه انت تريد تتطور ويحثونه يعني تخيلي حتى لو الانسان ما يحب يظلون يدزوا له مجلات ايميلات اتصالات يظلون نعم يحثونه انه تطور لان كل شيء يتطور فلازم تطور طيب وبعد
بعد بأي الدوري مانشستر الدوري في انجلترا وفي المانيا مع ليفركوزن ومنشن جلادباخ واخر شيء في شهر 11 كنا في نادي اي سي ميلان بايطاليا. هذه في هذه في في النادي عندنا بسبارتا بسبورت. هذه اول يعني خرجنا لاعبين 18 سنه فانا كنت المشرف عليهم يعني خرجناهم يعني فشيء حلو يعني انه بعمري مثلا صار لك كم سنه؟ أنا بدي أسألك عن صار لك كم سنة يعني أنت في مجال التدريب؟ في مجال التدريب كمحترف يعني وزاولتها كمهنة صار 10 سنوات. ما شاء الله يعني من عمر 25 تقريبا هيجي. يعني من عمرك 25 هم ناطوا بك مسؤولية تدريب فريق. نعم حلو. والجميل بالموضوع إنه أنا مسؤول على 3 مدربين أكبر مني سنا وأكثر مني خبرة. يعني الفرق بيني وبينهم انه هم وقفوا على حد معين من الشهادات ومن التطوير بس انا طورت نفسي اكثر رحبوا بي قالوا تفضل انت تصير المسؤول علينا فهذا فشي يعني الكفاءة هي اهم شيء. نعم يعني شافوا بيك انه مهلات اكثر بالفعل. فالعمر ما كان هو العائق يعني ما كان هو العائق وهذا الشيء انا اشوفه يعني جميل في اوروبا بغض النظر عن عمر الانسان اذا هو حاول يطور نفسه وهم يسندوه لحد ما يوصلوه للنجاح للنجوميه يشوفون طبعا افعاله انه دي يسوي شيء ولا لا البرنامج اللي عنده ملتزم ولا مو ملتزم كل هاي الامور يتابعوها في الاخر ينطول فرصه يعني قلت لي فتشي حلو قلت لي انه حتى ويا الفريق نعم. اضافه انه هناك يعني الطاقم المعروف هناك طبيب نفساني نعم احكينا عليها هذا الموضوع الجميل في اوروبا انه اذا ما موجود طبيب اختصاص هم معينين يختارون احد انه يكون الاب الروحي للاعبين يا اما واحد من المدربين نعم يا اما مثلا احد من الموجودين في الطاقم يعني في حالتنا لانه انا يعني خريج صيدله فاملك من يعني درسنا علم النفس وهاي الامور فشافوا عندي قابليه انه اقدر اشتغل على هذا الموضوع فجدتي مسؤولية أخرى لذلك صرت أنا مسؤول على المدربين الثلاثة اللي هم يقودون الوحدة التدريبية وبشرافي وأنا مسؤول على التفاصيل كلها بحيث أسجل كل صغيرة وكبيرة كل شاردة واردة بالإضافة إلى الأمور هاي النفسية لكل لاعب كل لاعب يعني أكو عندي لاعب من اللي تخرجوا اختار اسمه محمد هو عراقي بالمناسبة يعني هم موهبة كروية تعرض للأسف لحالة نفسية في وقت ما اشتغلت يعني خصوصا ويا ساعدت لمدة شهر جلسات كل يوم تقريبا رغم انه يتمرن لحد ما تغيرت من نفسيته وجدت له طريق حتى يقدر يبدع به اكثر برغم الظروف اللي يعني احنا نبقى عراقيين اذا بالخارج واذا بالداخل عندنا ظروف يعني أكيد. صعبه بحكم بلدنا والظروف اللي نمر بها فالحمد لله رب العالمين هم يعني بهذا الوقت اللي هو كان تعبان وطورته خلال 6 أشهر اخذنا الثالث على المقاطعه اخذنا البرونز واخذنا البرونز يعني خلال 6 أشهر على مستوى المقاطعه واللي هو الولد كتب عقد ويا منتخب المقاطعه حلو فهذا فشي كلش حلو يعني حلو بصراحه حلو انه الرئيس يعني مسؤول المدربين والمدرب الرئيسي عراقي وواحد من اللاعبين ايضا عراقي يختاروا المنتخب المقاطعه طبعا اكيد فهذا فشي بصراحه انا اعتبره فخر كانت لك زياره في بغداد وما اعرف راح تعاود انه هذه يعني تكرر هالزياره واذا لو يعني يعني طلبوا من عندك انك تدرب اي فريق اي فريق انت يعجبك شيء علاقه تدربه والله يعني العراق كله يعجبني انا ما اشوف فرق بين اي شخص او اي نادي او اي مسؤول او اي شيء هذا لي شرف هذا بلدي يعني بصراحه وانا اتمنى انه الشيء اللي شفناه او اللي طبقناه في الدول الاوروبيه انه نقدر على الاقل نطبق منه ولو 0.5% في 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 بلدنا الام ان شاء الله يا ربي انت جيت دبي وعندك طموح وعندك حلم شنو انا بصراحه هناك بالنرويج
بديت في أكاديمية لصناعة المواهب وتطويرها. فان شاء الله هنا في دبي راح احاول افتح يعني فرع من هاي الأكاديمية واكون مسؤول عليها هنا، ونحاول ان شاء الله انه نطلع منها فد شيء الجيل مناسب يعني للكرة العراقية وللكرة العربية. ان شاء الله كل التوفيق لك. وان شاء الله اليوم كلامك يوصل، يعني اليوم مشاهدين كلهم تابعوا تجربتك. نعم. وتحدثت عنها، ويا ريت تكون هذه الأكاديمية تكون لها فرع بغداد، او هناك من يسمعنا اليوم، هناك من يسمعنا أتمنى. اليوم ياخذ كل كلامك ب يعني على محمل الجد. وانه طيب كابتن نسيم كامل جاسم قادما لنا من النرويج، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شكرا جزيلا.